هدفنا إننا نوصل صوت الشعب. كل سنة وحضراتكم طيبين. عيد الميلاد بالنسبة للكنائس الغربية والكنيسة الكاثوليكية والكثير من الكنائس في منطقة الشرق الأوسط احتفلت بالأمس بعيد ميلاد السيد المسيح، زي ما احتفلنا مع اللي بيحتفلوا. هذه المرة نحتفل مع الناس اللي بيعانوا في هذا العيد، اللي بيمر عليهم لأول مرة، سواء في العراق أو في سوريا، بيمر عليهم لأول مرة وهم في هذه الظروف، بالتحديد من العراق، السوريان المسيحيين في العراق اللي بيمثلوا 95% من عدد المسيحيين في العراق كلها، داعش ومؤيديه واللي بيسندوه واللي بيدعموه، تسببوا في ترحيل 200,000 من السوريان المسيحيين، طردوهم من منازلهم سواء من القرى أو من المدن، خصوصا في محافظة نينوى، أجبروهم على الاتجاه شمالا في هذه الحالة اللي بنتكلم عليها من 7 أغسطس الماضي. بنتكلم عن مدينة عنكاوة في العراق أو في شمال العراق على الحدود العراقية التركية. برغم من كل هذه الظروف إلا أنها لم تحبط عزيمتهم في الاحتفال بعيد الميلاد هذا العام، زي ما حضراتكم شايفين إنه دي الخيمة اللي عملوها في وسط معسكر اللاجئين وسموها خيمة يسوع. قبل ما نكمل بقية الصور اللي هنعرضها لحضراتكم، اللي شارك في تنظيم هذا الاحتفال برغم بساطته جدا، كانت 4 هيئات مسيحية في شمال العراق، بالتحديد الكنيسة السوريانية الشرقية، دي تم تأسيسها سنة 33 ميلادية، القرن الأول الميلادي. أيضا الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، ودي تم تأسيسها عام 450 ميلادية، القرن الرابع. أيضا كنيسة الكلدان في بابل، ودي تبع الكنيسة الكاثوليكية الروم الكاثوليك، دي تم تأسيسها سنة 1552 القرن 15 الميلادي، وشاركهم أيضا في المساعدة في هذا الاحتفال كانت الكنيسة الكاثوليكية السريانية. نفس الطقوس قاموا بيها سواء أطفال أو بالغين، سيدات ورجال وشيوخ في هذه المدينة، زي ما هتشوفوا حضراتكم، المزود بالنسبة لهم كانت خيمة يسوع، خيمة وسط معسكر اللاجئين عملوا فيها المزود لكي يحتفلوا بالرغم من كل الظروف اللي بيمروا بيها، لكي يحتفلوا بالكريسماس هذا العام، يحتفلوا بعيد الميلاد. الصورة التالية دي في وسط الاحتفالات، خيمة صورة أخرى، دي خيمة يسوع اللي عملوها أيضا في وسط المجمع، مجمع لاجئين في أحد المدارس العراقية في هذه المنطقة. زينة الكريسماس كان بيتم إعدادها، دي خيمة يسوع وسط معسكر اللاجئين، زي ما حضراتكم شايفين كان أصلا حوش مدرسة، لكن الأطفال والأهالي عملوا مزود وكتبوا عليه خيمة يسوع. أما الديكورات وزينات العيد اللي تم إعدادها، تم إعدادها أيضا بصورة بسيطة جدا، زي ما حضراتكم شايفين الأطفال، وفي الصورة التالية بعض الأهالي بيشاركوا
في عمل الزينات وتجهيزها للاحتفال بعيد الميلاد، لبس العيد. لبس العيد قامت السيدات على أيديهم وعملوا لبس العيد للأطفال. سيدات شاركوا بعمل لبس العيد، وزي ما حضراتكم شايفين الاحتفالات اللي بتتم أو اللي تمت داخل هذه الخيام، صور للأطفال بإضاءة الشموع أمام المزود، أيضا الاحتفال بعدها بعيد الميلاد. ده أحد البائعين اللي بيبيع لعب الأطفال في العيد، يمكن ما هياش في المدن اللي كانوا فيها أو اللي تم إجبارهم على الرحيل منها، لكن بصورة بسيطة جدا في أحد مخيمات اللاجئين تم الاحتفال بعيد الميلاد بهذه الصورة في هذا العام. في وسط هذا الاحتفال وبالرغم من بساطته، اتصل قداسة البابا فرانسيس مساء أمس بمخيم اللاجئين في عنكاوة بالعراق عشان يهنيهم بعيد الميلاد وليعبر لهم عن قربه في عيد الميلاد، وقال: أحييكم جميعا في ليلة الميلاد، مستعدون للاحتفال معكم بالقداس الإلهي، وأنا أتحد معكم جميعا في هذا الاحتفال. أترك حضراتكم لفيديو لمكالمة قداسة البابا فرانسيس للمحتفلين بعيد الميلاد في عنكاوة بالعراق. Saluto a tutti voi in questa serata di Natale. Buonasera e che voi siete pronti a celebrare la messa e io mi uno a tutti voi in questa celebrazione. Abbraccio tutti voi e gli auguro a tutti voi un santo Natale. Tradurre. مساء الخير. قداسة البابا قبل شوية تكلم معاي بالتليفون وبعده كينتظر بالمكالمة معانا. يسلم عليكم كلتكم ويقول لكم كل عام وانتم بخير وميلاد سعيد أجمعين كلتكم الموجودين هوني. هو أيضا بهذه الظروف الصعبة وهذا المكان موجود معانا ويرافقنا ولو قلبيا وروحيا بالصلاة في هذه المناسبة العزيزة الكبيرة، من أجل أن يعم السلام ويعم الهدوء وين ما إحنا موجودين. Ecco, posso? Continuo. A tutti voi. Sì, sì, Santo Padre. A tutti voi vi auguro il Santo Natale e un Natale con Gesù. Perché voi siete come Gesù la notte del suo Natale. Per lui non c'era posto e lui è stato cacciato via e è dovuto fuggire in Egitto per salvarsi. E voi siete come Gesù questa sera e io vi benedico tanto e sono vicino a voi. Pensate che siete come Gesù in questa situazione e questo a me fa pregare di più per voi. Tradurre. E vi dico il nas, Sayyidina al-Papa, hasa atahammen. Ahannikum kthir bi hadhihi al-munasaba bil milad. Wa ahab an adhakkirkum inno al-yawm antum ta'ishun honi bidhabt mithl Yasu. يسوع ولد في هذه الظروف نفسها التي تعيشوها، ومثل الأطفال القليلين الذين ولدوا في هذه الظروف بعيد عن بيوتهم. أنتم مثل يسوع مطرودين من بيوتكم. أنتم مثل يسوع مضطرين أن تلتجئون إلى أرض أخرى مثل ما التجأ هو إلى مصر.
أنتم تشبهون يسوع في كل لحظة من اللحظات الصعبة التي عاشها في طفولته. Seguo. Posso continuare? Continuo? Sì, sì, Santità. Sì, Santo Padre. Dopo. Sì, Padre Benocca. Cari fratelli e sorelle, vi sto vicino, molto vicino questa sera. Sono vicino a voi con tutto il cuore e chiedo a Gesù che vi carezze con la sua tenerezza e alla Madonna che ci dia tanto amore. Sono molto vicino a voi. Santo Padre, abbiamo sì. sentito quello che stava dicendo alle comunità di profughi che si trovano ad Ankawa. Vorremmo essere in qualche modo tramite testimoni ancora di questo messaggio, di questa sua speciale vicinanza. كان ذلك هو الاحتفال بعيد الميلاد في عنكاوة في شمال العراق، وكانت الاستعدادات البسيطة للعراقيين اللاجئين في هذه المدينة، وكانت أيضا التهنئة على التليفون من قداسة البابا فرانسيس إلى المحتفلين بعيد الميلاد. هدفنا إننا نوصل صوت الشعب.